يعني هذاك البيت مقلب مثلا رح نرجع لهم، شو ردة فعلك بتكون؟ بنصعق والله شو ردة فعلك؟ I would like to go there at the back of the house where a high school teacher caught us when making out. You and me perfect strangers but really not at the same time. Nothing can come between us. You and me we're staying alive. Alive forever alive. So hear me. كيفكم عيلة عصام ونور؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم راجعين على البيت القديم اللي فيه ذكرياتنا يلي بلشنا يعني بدايتنا باليوتيوب بلشنا بهداك البيت. اليوم رايحين انا ونور عن جد انه صحيح انتقلت على هذا البيت بس هيك يعني بحبه كمان لهداك البيت اكيد ما هو ما بعرف هيك حتى لما بشوف فيديوهاتنا مثلا على اليوتيوب وهيك بتذكر عصام بتذكر بيتنا القديم وهيك. ايه والله يعني منحن مثل ما بيقولوا يعني اكيد هلا اي حدا انه لبيته القديم بحن بيكون له ذكريات بهداك البيت. هلا ليش راجعين لهنيك؟ هلا رح تشوفوا ليش رايحين لهنيك ورح نصور لكم هنيك كمان ورح نقضي كمان يومنا معكم لانه انا وقت نقلت يعني بتعرفوا انتم الواحد الا ما ينسى بعض شغلات لانه هن نقلوا لحالهم هو واخواته هيك في كتير شغلات نسيانينها بالبيت يعني شغلات خاصة لإلي وهيك ما بيعرفوا وين حاططها وهيك فاليوم رايحين لحتى نجيبهم وهيك ونطمن كمان على البيت. بس اللي عم يشوفنا لأول مرة ما تنسوا تحطوا لنا لايك للفيديو تشتركوا بالقناة إذا ما لكم مشتركين لحتى تكبر عيلتنا. نور عم تجهز أليكس دائما بيتخانقوا هن عم مشطوا شعر ما بيوقفوا لي بنحاول مكان لمكان بما إنه ماما وأخي إجوا لعنا جابوا لنا أليكس لأنه كان أليكس بزيارة عندهم ليكو الأمور فماريتا رح تكون مع عمار بأمانتك عمار اليوم رح اجرب اكون اب لماريتا رح اشوف كيف رح يدير بالي عليها طبعا ماما هون وهي رح تساعده طبعا اذا لزمك اي شيء يعني اكيد رح تساعده ماريتا بتحبني كثير يعني ما حتعذبني اكيد لا وحتى انا بامل لانه ماريتا كثير متعلقه بعمار وكثير بتحبه وكمان نحن ما رح ناخذ ماريتا معنا لانه الطريق طويل شوي مشان ما يكون في تعب عليها هلا اكبر شوي فبتحمل بابي ماريتا خليكي عند عمو عمار رح تكون عندي على فكره هي مو فهمان هلا بس نروح بتفهمي هي تيتي هون كمان هلا هي مفكره انه ما رح نخليها فكره شو بتتدلل بس هلا يمكن نحن طالعين بنشوف انه رح نخرجها نتركها يمكن تصير يلا اليكس ماما قوم جهز حالك يلا قوم بابا شوي طلعنا من البيت بس شو طلعنا هريبه لحتى ماريتا ما تشوفنا اخذها عمار لهاها شوي بالجنينه لبما نحن طلعنا لانه يعني اذا شفتنا نحن طالعين رح تصير تبكي وهيك رح نزعل عليها أليكس ضايج مو؟ ليش ضايج؟ كل شوي بيقول لي ليش لهلا ما اجى عصام؟ لأنه نحن طلعنا بالبيت إنه بدون فطور فعصام هلا نزل يجيب لنا هيك وجبة على الخفيف لحتى ناكله على الطريق. إجا بابا إجا بابا عصام ما بدي أكل عصام قلت لك شو جبت لي هات لشو؟ هي إجا عصام لأنه نور جاعت على الطريق قلت لهم هلا كنت عم قول لهم إنه نزلت تجيب لنا شيء ناكله على الخفيف عصام أليكس ضايج صار يقول لي كل شوي وينو عصام؟ ليش لهلا ما اجى؟ ليك بابا عم جيب لك أكلات طيبة اللي بتحبهم لانه طريق طويل فرجيكم شو جبت لها لنور جبت لها هاي فرجيني يا رفيق هاي شكلها بتشهي والله هاي سبانخ والله والله انا بحب السبانخ بتعرف السبانخ بس شكلها كثير حلوه ليكي شكلها خرافي والله شو شكلها شو بيشهي هاي الوجبه كمان لنور هاي الوجبه كثير منيحه ما بدك ما بدك اكل؟ لا ليش؟ شو انت؟ لانه انا شو انت عم بفكر؟ عشان احترق شو؟ عشان تحترق شو؟ دوقة؟ لا عشان احترق هي عم قول مشان ما احترق هي لانه سخنة لا ما مو سخنة ماما كثير مو سخنة بس والله سخنة مزبوط سخنة نار هي طالعة هلا من الفرن هي العجينة هي طيبة اشتهيت لك اياها شو رأيك؟ لو كثير طيبين طيبة والله هلا اجينا على الداجيز على الحضانة يعني تبع اليكس وماريتا واخذنا لهم الاواعي تبعونهم هدول ملفاتهم شوفوا شو اعطوني هدول اللي تبعون اليكس وماريتا هاي لاليكس هذا ملف لماريتا وهذا ملف لاليكس لا انت ليك الزهري لاليكس ما احلى اكيد لك لماريتا خربطت واحلى شيء اليكس صار يبكي يقول انا ما بدي ضلي هون وانت تروح وخذوني معكم وهي اغراضهم جبناهم كانوا وهلا هدول كمان وهلا لوين؟ هلا لنروح على بيتنا القديم متحمسة على فكرة شوفه ما بدك تنزل بابا؟ عصام بده يروح على البيت ما بده ينزل تروح على الداجيز؟ لا نور بيقول يو بيل جو هيم اوكي
أليكس ما تأكد وأمان غير لما بلشت إنه تمشي السيارة وحطيت لها الحزام. شوفوا عن جد كتير بيضحك، صار لك بده يبكي ما بده يضل. هلا أنا اللي بدي أعرفه إنه ليش الأطفال كلهم ما بيحبوا المدارس؟ ما بعرف، مع إنه هون المدارس إنه كتير بتكون بيعتنوا بالأولاد وبينبسطوا. شو بابا؟ شو؟ صار بده يروح على البيت. لا هو أنا بقول لك ليش خاف، لأنه فكرنا إنه نحن حنتركه وإنه حنروح، هو صار له زمان كتير ما إجى على الداقز، مشان هيك يعني على الحضانة. هلا بجوز انتم تسالوا انه ليش عندهم كل هالاواعي بالحضانه؟ لانه بجوز الولد مثلا يلوت ثيابه او شيء مشان يكون في عندهم بدله بدلوله او هيك. ايه دائما، وحتى انه في اواعي المطر، اواعي الثلج، لازم يكونوا هدول دائما موجودين بالحضانه، وحتى انه اواعي الاكسترا هدول الطوارئ مشان نزل المطر صار. لانه هون بالسويد بساعه واحده الاجواء كلها بتختلف. ايه اكيد، فلازم يكون هون بالحضانه كل اواعيهم موجوده. ما بده البيت القديم. نور عم يقول لي ما بدي هذا البيت. ما بدك هذا البيت؟ أليكس ما بدي شيء، لا عاد بده الحضانة القديمة ولا عاد بده البيت القديم. أليكس تعال بابا تعال، تذكر هون كنت تلعب بالبسكليت؟ ما بده. يلا تعال ماما، يلا تعال نطلع، تعال شوف ذكرياتك بهذا البيت. يا والله هون ذكرياتنا. بسم الله بسم الله، كيف بدنا يعني؟ واو اسأل الله. هذا المطبخ نور تتذكري؟ ليش عم في روتينات؟ والله تشوف البيت، البيت فاضي. وهي هون الصالون اللي كنتوا تشوفوه. هون كنا نوقف انا ونور ونبلش نبلش المقدمة. ليكي أليكس عم يشلح، بابا ما تشلح. ليك ما تشلح ماما المسخة. حتى هون هاي هون غرفة النوم. هلا في منكم كثير سألتونا إنه نحن ليش ما نقلنا العفش تبعنا على البيت الجديد؟ لانه في عفش انه صرنا مثلا عندنا زمان من اول ما تجوزنا وهيك، فهلا حابين انه بيت جديد نغير. انه قديم كثير وانا وعدت لنور قلت لها ان شاء الله ان شاء الله اذا بالايام الله يسر معي بيت جديد فراح يكون العفش كله جديد. ايه مشان هيك وانا كنت بلعب بالارض، قلنا العاب وقلت لهم شو نروح، قالوا لي نلعب بالالعاب. بدك تلعب كمان؟ ليك الالعاب ما بدكم؟ لا ما بدي. هدول بقايا العابه، هدول بقايا الالعاب تبعهم. مبسوط كثير؟ شو بتضل هون؟ سمها يا دم فنجها. ايه بتضل هون؟ خليك هون. ايه بس بتضل هون بالبيت ولا تروح على اليابوسات؟ كم يعني؟ بدي رايي اليابوسات. بدي اقول لك على شيء. شو؟ تخيلي انا عم بعمل فيكي مقلب. كيف يعني مقلب؟ يعني هذاك البيت مقلب مثلا رح نرجع لهون، شو ردة فعلك بتكون؟ بنصعق. والله شو ردة فعلك؟ لا معقولة مو انه هلا في اوكي بقلب بس لهالدرجة. على فكرة بتخطط له على مدى ايه، تخيلوا انه بالفعل يكون هذاك البيت مؤقت وهذا البيت بالضبط ونرجع له. بس انا من اول ما قريت يعني من اول ما عرفت انه نور حامل فقلت انه ما بقى اعمل فيها مقالب. ايه شايفين؟ بس بالايام الجاية ان شاء الله. بس عن جد يعني انه صحيح هذا البيت بحبه وبيتي يعني، بس والله هذا البيت يعني هذا البيت انا قضيت فيه احلى ايام انا وكان ذكرياتنا الفيديوهات المقالب كثير قصص حلوه قضيناها بهذا البيت. حتى بدايتنا مع عائلتنا على اليوتيوب حتى من اول بدايتنا معكم على اليوتيوب يعني وعائلتنا هيك صارت بلشت تكبر شوي شوي كنا بهذا البيت. يلا انا كانه انا هي اخر مره رح اجي علي. لا برجع بجي لا هي اخر مره رح اجي ما عاد يجيبني انت معي. خلص ودعين يلا هيدو نو باي الوداع. واخيرا وصلنا بعد اكثر من 3 ساعات. لا انا كثير تعبت وحسيت مدري شو صار اللي دخل. ايه معك حق والله نور لانه المشوار طويل عليها. ايه والله تعبت انا صراحه. يلا خلينا ننزل. يلا قوم انزل اليكس. كي اليكس شو عامل بالسياره؟ خلي ديربي. يلا بابا قوم انزل. اليكس يا لطيف شو عامل بالسياره؟ شو يا عمري ماري؟ ماريتا هذا هذا عبرت بنتي جايبه له روعة. وي بابي روعة نور. عزبتكم شيء؟ لا بعد ما رحتوا. شو بكي بابا؟ والله لا عمري يا عمري. هي شو؟ هي مو شافتنا على انه هي حزينة ومبسوطة. تعي بابا تعي. شو يا عمري؟ تجي عندي؟ تعي عم بابا تعي. يلا تعي. تعي عم بابا روح. تعي. حابة تدلل شوي. ليش تعلى انا ماريتا؟ ليش زرعنا بابا؟ انت نايمة؟ لا لا لا. تعي تجي لعندي؟ روحي ماما. ولا عم بابا؟
محتارة شوي لعند بابا شوي لعند ماما. ماري ما عزبتكم؟ لا والله حطت راسها ونامت. عن جد هون رحنا هلا نايمين يا عمري انت. قعدت شوي بعدين نامت. قعدت كثير منيح، قعدت اليوم مريتا سهرتها للصبح. عم شم روايح بتجنن. يابرا مضبوط من الريحة عرفت. روحت يابرا قلت لها نور الله يسلم الديات والله يا ام عصام. وانا دغري شو عملت؟ والله الوالدة عاملت لنا يابرا والله. انا دغري غسلت ايدي عصام لانه غسلت ايديك دغري بدك بدي دوق بدي دوق والله شكلهم بيشوفوا والله بدي احط والله هي الاكله لا يعلى عليها. شلون؟ على ان شاء الله هنا دوق عصام دوق دوقيني كثير طيب عن جد انا بدت من الجوع والله هي الاكله لا يعلى عليها. شو هذا؟ غذاء بشهد الله يخلينا عم عطان. اي والله الله يخلينا اياها. اي والله رجعنا عينها عملت لنا يبره. يعني هذا الموضوع هلا انك ترجع هيك بعد اربع ساعات وتعب على الطريق وتلاقوا يبره انه بالمعنى شيء. طعميني وحده طعميني لحقيني قود ان شاء الله صحه. وهلا صار لازم نغير ثيابنا وانا فوت غسل واطلع لليبره. وكمان انا بدي اقعد اكل نرتاح شوي وفهلا رح نختم معكم الفيديو. بس قبل ما نختم الفيديو رح ناخذ ثلاث اسامي مثل ما عودناكم. معنا جهاد من اليمن، شيماء من الجزائر، وجعفر من العراق. واذا حابين يطلع اسمكم بالفيديو اللي جاي اكتبوا لنا تحت بالتعليقات اسمكم ومن اي بلد عم تتابعونا. ما تنسوا تحطوا لنا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناه اذا ما لكم مشتركين حتى تكبر عائلتنا. وما تنسوا كمان تتابعونا على انستغرام وسناب شات بتلاقوا روابط صندوق الوصف تحت. بنحبكم كثير كثير بنشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.